سندس مال. طب خرجيني انت. انا مش بتاعه الخروج، دي بتاعه الخروج اهي. ايه ده، انت لسه على البستيش؟ مش تفتحي النهارده ولا ايه؟ مش هنزل، ماليش نفس. ايه اللي مالكيش نفس ده؟ وانا بعزم عليكي بسندوتش مربى. انا عايزه سندوتش مربى. حاضر يا خالتي هجيب لك. حاضر. هم العيال نسر وهدان دول اللي كدروكي صح؟ بقول لك يا جولي بطلي دلع ونزلي شوفي اكل عيشك، ولا انتك منك بقى يعني عشان دفعتي الايجار مقدم ما تقعدي لنا زي البروطه؟ انت عايزه مني ايه؟ انا مش طايقه نفسي ومش عايزه اتكلم مع حد. الحق عليا اني بقوي عظمك يا بنت. هم اول عيلين هيضايقوك هتقعد لنا في البيت. بقول لك ايه؟ انت نزلتي الشارع، والشارع مش عايز شغل بابي ومامي ده خالص. الشغل عايز كلبه مسعوره بتهبش بسنانها كده اهو. اه يعني زيك كده. نعم يا عمر زيي. اه يا اختي زيي. يا ريتك يا حبيبتي تعرفي تبقي زيي. ده انت لو وقفتي على ودانك كده وما تعرفيش تبقي زيي، دي مرمطه وشقه سنين لما الواحد ما بقاش عارف لو جتته من تراب الشارع. اسره انا هعلمك تتعاملي مع الاشكال دي ازاي، مش عشان سواد عيونك لا، عشان بس ما خلفتكيش ونسيتك عشان اقعد احوش عنك كل يوم. ماشي؟ انت عينيكي سودا. انا رجعت لكم تاني اهو، هطلع عين اللي مش هيشتغل. ايه ده مالك يا منى جوان؟ في ايه؟ ولا حاجه يا بنتي، بس انا ظهري نقح عليا من التوطيع. انا هكمل اهو. طب ما تخشي تريحي في اوضتي شويه او غيري هدومك وروحي. لا ولا ايه، بعدين اليوم يتخصم لي. انا كويس يا بنتي. ماشي. طب انا هروح اشوف الحاله اللي في 306 وهرجع لك تاني. صباح الخير يا ابو هاجر. صباح الخير يا سيد. ايه سيد ديت، ما تخليها سوكه كده. عايز ايه سوكه؟ جاي اقول لك الحمد لله على السلامه ونورت المستشفى. انا كنت متوحش عليكي يا ابله، انت وحشتيني على فكره من يوميها والله العظيم ثلاثه، وانا عارف انام ولا عارف اكل لغايه ما كوري قالت لي انت نزلت الشغل. الحمد لله على السلامه يا ابله. هو انت ساكته ليه يا ابله؟ وانا عملت حاجه لا سمح الله؟ بعد اذنك يا سوكه انا عندي شغل. طب الحمد لله على السلامه، انا هنزل استناكي قدام المستشفى عشان عايزك كده في موضوع. وتستناني ليه؟ عايز اقول لك كلمتين يعني ابله، بصراحه مش عارف اتكلم معاك هنا في المستشفى. بص يا سوكه، احنا ما عادش بينا كلام يتقال، وكفايه قوي اللي حصل. احنا ناس على قد حالنا ومحتاجين القرشين اللي اهلي مخرجيني من البيت علشان اجيبهم، واخويا فواز شغال في مستشفى قريبه من هنا وما عارفه كتير قوي، وريستي في الشغل قرشه ملحتي، وميت مين هيتمنى يروح يقول له ان احنا بنتقابل. بقول لك يا ابله، انا مش عايش مالي ولا ماشي كده لا سمح الله. انا بحبك، عارف اني بحبك، ولا الفقير يعني ما ينفعش يحب، بس هو بس الحاله مش متيسره. أول ما تيسر إن شاء الله هروح لأخوكي وقول له عايز أتجوز هاجر قبل هاجر ونخلف وربنا يكرمنا. بص يا سوكا، ربنا يعلم أنت عندي إيه، بس أنا ما وعدتش على أبويا وأمي، وأخويا فواز هو كل دنيتي، وأنا وعدته إن أنا ما أكلمكش تاني، وكلمتي بـ100 راجل. هو عملت كده. قوم يا جوان، قوم يا جوان، شيل معايا سوكا، قوم يا جوان، معلش. شوفي الحرمة، الحرمة اللي على حق ربنا اللي من بطن البقرة ولا فم الخليج ولا السيدة بتبقى ست، حاجة كده غير اللي انت عاملاها دي خالص. أحسن تفتكري يعني كمنك حطيتي عباية سودة على جدتك بقيتي واحدة مننا ولا حاجة؟ وأنا أبقى واحدة منكم ليه؟ هو أنا هكمل باقي حياتي هنا أنا شوية وماشية، ومش عايزة خالص أبقى بيئة وبلدي بالمنظر المقرف بتاعك ده. يا أختي صلي على النبي كده، وأنت عاملة زي الرقصة على السلم. لا أنت محصلة بنت زواج ولا عارفة تبقي بنت بلد. ماشي، وأبقى بنت بلد إزاي بقى يا بروفيسورة؟ أيوه كده. ركزي بقى معايا وفتحي لي مخك النور ده. اتفضلي. شوفي، اول حاجه هاتي اصبع الروج ده. الروج يعني؟ ايوه هاتيه اهو. بص، اما تيجي تحط احمر ما تلحسيهوش كده زي ما بتعملي كانك بتقطعي من جلدك ولا خايفه على الصوبه، لا ادهني بزمه كده اهو عشان الاحمر يبان في سحنتك. اوريكي ازاي. استنى. شوف، ها ايه رايك؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ قرف ايه يا اختي؟ اختي صلي على النبي وبطلي تناكة، خلينا اخلص ولا ما كملش الدرس. مش خلاص، تعالي تعالي بتسلى يلا. ايوه كده. بص، شايف البودره دي؟ دي بقى تسيبك منها خالص، دي اختراع فاشل ملوش لازمه، الكلام ده ما يجيبش همه. هو نفس الصوبه، تليطي كده وشك منه يمين وشمال وتقومي عامله كده اهو، يوم الاحمر يبان في سحنتك. تليطي؟ ايوه تدهني يعني. بص هوريك ازاي برضك. ها ايه رايك؟ انت مالك ومال الميك اب؟ انت اللي زيك يحط ميك اب ليه؟ اللي مالي ومال الميك اب ده؟ ده انا موردش حريم الحاره كلها، ياكش بس انا اللي بكيفي ماليش في المرقعه. قصره هاتي ده، هاتي ده هتبوظيه. اما تيجي تحطي كحله ولا الاينر
تتقليه عشان ترسمي عينك كده، هو تبقى عامله زي عين البقره. ماشي بقره؟ اه. ولو عرفت تضربي شعرك اكسجين اضربيه، بينور الشعر كده ويخليكي ولا اللي جايه من تركيا. اكسجين ليه؟ ده بيحرق الشعر، ما احط هايلايت وخلاص. ايه بقولك ايه اللي بقوله تعمليه؟ يلا كملي خلصيني. اما تيجي بقى تتكلمي املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك. انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولي. ايه حنكك ويهيبك ويسيبك؟ بيتك بقك يعني. يعني ريحي الكلام في بقك وتفتحي شفاتيرك كده، ما تقفليش بقك كده وتدمي كانك محزوقه زي ما بتعملي كده. بصي طب انا هفهمك. يلا قولي كده. اختي؟ اختي اشوف. لا ما ينفعش كده اهو، تقولي اختي. قولي منطقتي كده. منطقتي؟ لا اشوف برضك. لا ما ينفع. قولي منطقتي. منطقتي. ايوه بنت جدع. ايوه كده. بصي بقى لو حد زود معاكي بالكلام هبي فيش زي وابور الجاي، قولي له ايه عشان يخاف منك. مش عايزه اتعلم الزفت ده. انا مش عايزه الزفت ده، هاتي غيره، هاتي غيره. ايه ده؟ طب انا مش مكمله الدعوه. لا بقول لك تعالي خلصيني يلا. ماشي. اما تروحي بقى للخياطه تاخدي لها العبايات كلها، تاخدهم لك كده سمكتين من الظهر يقوموا يتجقوا، ثم ما تنزلي الشارع تبقي حرمه كده فارده ظهرك كده وجسمك مرسوم، تقوم ساعتها ايه بقى؟ الرجاله كلها هتترمى عليك، وانت ولا تعبريهم ولا تديهم ريق، نظام ايه؟ شوق ولا تدوق؟ ها؟ ولو بس حد زود معاك عن بص بصه بس، تقوم واخده شبكتك من رجلك على ايدك كده على طول، الرجاله ماتوا في الحرب، مفيش حاجه هتحميك الا الدراع. انا مش عايزه اتعلم حركه الشبشب دي خالص بقى. لا مفيش حاجه اسمها كده، هتتعلمي. خد شبشب. لا ما مش عايزه ده. امسكها يا بنت. بعرف مش عايزه امسكه. يا اختي استعملي شبشبك وريني. استني هاتي ايدك. ليه اجيبي ايدك؟ خلاص اعمليها لوحدك. مش هعرف اعملها. استني انجازي. يلا انت. ايه هو ده؟ انت هتتكفي على وشك؟ انا خلاص مش عايزه ابقى بيئه وبلدي وكل حاجه، مش عايزه اتعلم خلاص. طب انا حقق عليا، انا بروح في حسي بقى ليه بقى ساعه؟ ما تولعي. ايوه حضرت الفلوس يا دكتور. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ فلوس الورق اللي قلت لك عليه، 5 مليون دولار. انا معيش المبلغ ده ومش عايز الورق اللي معاك. الورق اللي معايا يهمك ويهم ناس حبايبك قوي، دي مساله حياه او موت ليك والناس كتير، واللي انا طالبه ولا حاجه جنب اللي معايا. اول حاجه تقولي الورق ده فيه، ولو انا مهتم بيه لازم تديني شويه وقت عشان اجمع لك المبلغ اللي انت شايف. ايه اول هام؟ تديني 100,000 جنيه عشان اقول لك الورق ده فيه ايه. ماشي قول لي ازاي وامتى. احدد لك المكان والزمان وابلغك بيهم يا دكتوره. ادخل. نادر. يا نادر ايه اللي انت عامله ده؟ ابو طالب بيه والبشمهندس طارق عايزينك، قلت لهم ان انت نايم، قالوا لي لا ندخله. دخليه. ادخله هنا؟ ايوه هنا. ايوه هنا. الله وانا غريب ولا ايه؟ طيب عايز حاجه؟ شكرا. انا اذنكم. اتفضلي. شوف بقى نادر، انا اذا كنت انت عاوز تدمر حياتك انت حر، انها ما اسمح لكش انك تدمر حياه بنتي هايدي. واحنا مش خلصنا كلام في الموضوع ده قبل كده ولا ايه؟ وانا مش قلت لك مش هكمل في القضيه دي؟ انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ رحنا المحامي تاني، المدام هربانه ومطلوبه، ما ينفعش توكل محامي تاني. وبعدين احنا ما نعرفش حد غيرك، وهي كمان ما تعرفش اي محامي تاني. وبعدين ما يصحش انك تتخلى عننا في لحظه زي دي بالبساطه دي. اسمع بقى نادر، انت قاعد بتتدلع واحنا صبرنا عليك كتير، واحنا مش نايمين على ودننا، احنا مصحصحين قوي. وبعدين سكت، انت محامي وبتفهم في القانون، فانا مهندس وبفهم في المعادلات والمقدمات والنتائج،
وضعك ده مش مريح بالنسبه لي، وانا عمري ما استريحت لك. خلاص خلاص يا نادر. خلاص ايه يا عم، ده عبي حاشش. يعني انت دلوقتي هتكمل القضيه ولا هتسيب هايدي تتحبس؟ انا عايز اقول لكم على حاجتين مهمين. هايدي مش هتتحبس، طول ما هي هربانه مش هتتحبس، الا بقى اذا سلمت نفسها او اتقبض عليها. تاني حاجه والاهم، انا كمحامي بقول لك انت لو جبت لها ساحر مش بس محامي، برضه القضيه لبساها ومفيش اي مخرج قانوني. احنا نجيب ساحر منين بقى احنا؟ يعني هتكمل القضيه ولا لا؟ لا. قلت لك يا عمي ما تضيعش وقت معاه، هايدي كان معاها حق. اسمع يا نادر، اعتبر الحرب بقت بيني وبينك، وانت ما تعرفش طارق السنهوري لما بيحارب. بقول لك يا طارق سنهوري، ايه؟ ما تاخد نفس تهدي نفسك بيه شويه. مش كده يا اختي، المرايات كلها مجيره، النسوان بتشوف نفسها في المرايه تبقى عايز تضرب روحها بالجزمه، بتوحشهم اكتر ما هم وحشين. بقول لك ايه؟ بيروح الراجل بتاع الكلمات وليه الكريم ده خلص، عايزين منه تاني. اوعي تنسى. كملي. صباح الفل. اهلا. لسه فاكر؟ لسه فاكر قلبي يدي. اخلص يا هيمه، عاوز ايه؟ عاوز احلق. نعم يا اخويا، ما تروح تحلق. غلطان في العنوان يا حبيبي، هنا حلاق حريم يا سيد الرجاله. ما هو كله شعر يا كوريا، وكمان حاسك هتحلقي لي احسن من اي راجل. اخلص يا هيمه، هتطفش النسوان اكتر ما يطفشان. يعني تقولي اي واحده دلوقتي لو دخلت انت بحلق لراجل؟ قولي لهم خطيبي وبحلق له، وانا غريب؟ اطلعي بره يا شيماء وردي الباب وراك، ما تدخليش حد. حاضر. طب بطل دلع بقى وتقول عاوز ايه؟ وايه المشكله لما تدلع عليكي؟ انا عاوز حلاقه حلوه كده عشان لما امشي جنبك ابقى احلى منك والبنات تقعد تبصبصي. وتمشي جنبي ليه ان شاء الله؟ انت لسه قافشه ولا ايه؟ شوف يا هيمه، انت طول عمر دبلتك في ايدي ولا بحس بيها، كانها حته من لحمي بالظبط. بس البراتي بقى من ساعه ما لبستها وانا حاسه ان صباعي وجعني يا ابراهيم. عشان قلعتيها يا كوريا، كبداكي ما يتقلعلوش دبله. ده انا كبداك يا بت اللي ساب 40 مليون حرمه في مصر وحبك انت. تقسيش عليا يا كوريا عشان قلبك ما يوجعكيش. وجعني يا هيم، وجعني عشان بقتش عارفه اريحه من ناحيتك. ما عدتش مامنه لك، مش مطمنه لك كده، حاسه ان في اي وقت هتجيب سكينه تلمى وتغزها في قلبي. انا عمري ما حد ملا عيني غيرك يا كوريا، حتى نوال. نوال دي انا ما خدتش بالي منها غير لما انت كترتي الكلام عليها. يا سلام. ايه يا ولية؟ اطلعي بره، اطلعي بره. ايه الولية المجنونة دي؟ فضحتنا. انا عمري لا حبيت ولا احب حد زيك يا كوري، انت حياتي. يو يا راجل، محل ازاز. جود مورنينج مستر مروان، اندرو سبيكينج. يا اي سند يو سم فوتوز اوف دايموند لوكس لايك ذا وان يو هاف. ديد يو لوك ات ات؟ في ايه؟ يا مفيش حاجة. كوري اوكي، بليز تشيك ات اند تيل مي اف يو لايك اني اوف ات، ويل اوردر ات فور يو. اوكي. Listen, please. They are all far from what I needed. Don't look around in tight circle. Search in Italy. Italy have a large and secretive market for rare diamonds. I'm sure you already know. Please, search again, please. Okay, Mr. Marwan. Okay, I'm gonna check again for you. No problem. Thank you. Goodbye. هو في حاجة؟ مفيش. أنت ما زهقتيش؟ حزق من إيه يا حبيبي؟ ما هو المطعم حلو أهو والأكل تحفة. لا مش قصدي. قصدي أقول لك يعني ما زهقتيش من حياة الأغنياء دي؟ أكل وشرب ومرعى وقلة صنعة. ايه بقى؟ عايزين حاجة تكسر الملل ده. بص يا حبيبي، طول ما أنا معاك عمري لا هزهق ولا حمال. يا حبيبتي، ما أنا كمان. بس ما تيجي نلعب. نلعب؟ نعمل إيه يعني؟ مش فاهم. فاكرة هايدي؟ أيوة، مالها؟ زمانها دلوقتي محبوسة في مصر، واخدة من 10 ل 15 سنة سجن. غير إنها ضيعت كل فلوسها وما طلعتش بحاجة يعني. هو في إيه؟ أنت ضميرك صحي فجأة ولا إيه؟ لا مستحيل. أنا مفيش ضمير أصلاً. إيه رأيك تتحبسي ليلة في السجن؟ بس مش في السجون المصرية، في سجن 5 نجوم. إيه؟ إيه؟
انا هاخد 1,000,000 يورو وهديكي منه 250,000 يورو. ها موافقه؟ اتحبس واخد 250,000 يورو؟ تيجي ازاي دي؟ مش هقول لك ازاي. اما توافقي خلاص موافق. يبقى هقول لك ازاي. قولي بس ده دكتور نادر. يا دكتور نادر يلا يا حكم صار. انت يا دكتور نادر يلا حكم صار. يا بنتي ده دكتور نادر. يا بنتي ونملي طيب يا غزالي. بس قولوا لأمي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طيب يا غزالي. يا حلاوتك كناونا ويا حلاوتك. الحمد لله على السلامة يا سيد المعلمين. 5 دقايق بالظبط هتشيلك الملوخيه على شوربه جوز الانارب سلقاهم ومحمراهم هتاكل صوابعك وراهم. الله الله بسم الله ما شاء الله. هناكل ملوخيه بالانارب ليلتنا انارب وعون الله يا نونو. ريح بس انت جتتك قدام التلفزيون وانا 5 دقايق بالظبط والاكل يكون جاهز. فقولك ايه؟ فكريني ننزل على الجياره بعد ما ناكل عشان اجابلك جوزين شباشب. احسن شبشبك مش عجبني. يعمر بيتك دايما كده فاكرني وكاسيني. امال الراجل اللي ما يشوفش طلبات اهل بيته ما يبقاش راجل. عداك العيب يا اخويا عداك العيب وازح. انا عايز تجيب لي جوزين شباشب اللي شايله همك ومعشراك. لكن ست البرنسيسة اللي انت عملت لها تمن ومسحت بكرامتك الارض قلت لها هكتب لك الشقه باسمك وانزل اجيب لك عفش من دمياط لحد ما ركبتها علينا ودلدلت. وبعدين بقى نونو احنا هنفتح في المتقفل ليه؟ انا بس صعبان عليا منظرك وانت راجل كبير ومعلم وشحت كده وانت متهزق قدامي ومهزقني معاك وهي مستقويه بالحكومه وماشيه مع الواد الضابط ده. ايه هي ماشيه معاه؟ ايوه. امال هيعمل لها كل ده عشان ايه؟ الشرطه في خدمه لمؤاخذه الشعب. انا بس اللي صعبان عليا كرامتك وكرامتي اللي داسوا عليها وانا راح اطلب لك ايديها. ما خلاص قصه وخلصت وحوار وراح لحاله. لا يا اخويا ما راحش لحاله ولا حاجه. انا ما استحملش قرفك وهمك وحرماني من الضنا وفي الاخر ترميني في الشوارع وبات في الجامع وبتلطم زي الشحاتين. تفهمي بقى يا نوال اللي فات مات. انت عاوزه ايه دلوقت؟ عايزه رد شرف. عايزك تكتب لي البيت ده كله باسمي. ايه؟ نعم يا اختي. ايه؟ I like this baby. I would like to buy it. You accept checks? Yeah, we accept checks, but you have to know this car is nearly about 1 million euros. It's been modified from the previous owner with a lot of features inside. It has a crocodile leather seats, it has a lot of sensors, special brakes, and more and more. Nice, no problem. It's okay. انت اللي هتمضي له عشي. اه طيب اوكي. مبروك يا حبيبتي. مبروك. مبروك. Congratulations, guys. Thank you. Thank you. Thank you. يعني أوليها مش قادرة تسلوب طولك لحد آخر اليوم بدل ما تستموت فيها والضياع علينا اليومية. نصرف منين إحنا دلوقتي؟ تعبت يا أخويا تعبت وما لقيتش مدرتش بنفسي غير وراسي بتترزع في أرضية المستشفى. كربنا خادك وريحنا منك. هتعمل إيه بقى؟
لسه لي عمر. وانت جالك فلوس؟ فلوس؟ فلوس منين يا حسرة؟ اصل شايفك شاري حشيش. شكك شكك يا اللي تنشك في نواضري، مش سمويتة ومفنجلة عينيك قد كده، مش سمويتة وبتعد عليها الأنفاس، جالك قطر. هو الدكتور نادر كان عايزني في حاجة؟ الدكتور نادر؟ مالنا احنا ومال الدكتور نادر؟ وهيعوزك في ايه؟ بس انا شايفاه هو نزل من عندنا. دكتور نادر؟ احنا مالنا ومال الدكتور نادر؟ الله، وايه اللي هيجيبه عندنا؟ انا ما شفتوش من ساعة ما بنتك طفشت مع الواد الزبالة. يا انا شايفاه بعينيا الاتنين. الهي تمتص في عينيك الاتنين. مروان انت جايبنا هنا ليه؟ انا مش فاهمة حاجة. هبتي مش شرط تفهمي، بس انا قلت لك طول ما انت مع مروان دايما كسبان اتفرجي كده واستمتعي. ماشي ادينا بنتفرج. واو ايه ده؟ ايه اللوحه الجميله دي؟ يا مساء الخيرات. يا اهلا وسهلا. اتكلموا عربي قلبي اتقطع يا جماعه، مش معقول. انتوا منين؟ مروان ابو العرب من مصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مدام. اهلا بيكم، نورتوا. شو جاي زياره ولا جاي تشتري عنا؟ يعني سياحه كده، وبصراحه انا اول ما بصيت للوحه ديت خطفتني. هي اللوحه دي بكام؟ والله هيدي اللوحه زين ما اخترت، انت مزوق كتير. هذه اللوحه مش غاليه عليك، هذه بمليون يورو. عظيم. لا تستاهل، تستاهل فعلا مليون يورو حبيبي. وانا عنا الاوراق اللي بتثبت ان اللوحه اصليه وملكيتها من اول واحد اشتراها لحد ما وصلت عنا. هذا عظيم، انا هشتريها. بس انا كنت سمعت ان المعرض هنا بياخد يعني يا اما الكاش يا اما بياخد حاجه بنفس ثمن الكاش قصاد اللوحه. اكزاكتلي. لكن ده بيتم في اضيق الحدود، يعني بنبدل لوحه بلوحه. طيب انت منين؟ أنا من لبنان. طيب يعني إحنا عرب زي بعض. ولازم بقى تقدم لنا تسهيلات. إحنا هنبدل اللوحة دي بعربية موديل السنة دي موجودة برا قدام الجاليري، ويا ريت حضرتك تشوفها. هاتي الورق اللي معاكي ده. الورق، هاتي الورق بسرعة. أنا لسه شاريها لصديقتي من فترة قريبة جدا، يا ريت حضرتك تتأكد، ولو ينفع أحب أشتري اللوحة دي. حبيبي انت جاز شريها الحين؟ ايوه ما عنديش مشكله. انت مش لسه قايل حضرتك انا راجل مزواق؟ انا بقدر الفن وعارف ان لوحه زي دي فرصه، لكن العربيات عادي تيجي في اي وقت. شوف حبيبي، انا بدي اعمل 2 اتصال، واحد لصاحب الجاليري عشان اشوف موضوع البدل، وواحد لصاحب الاجانس مال كارما الحلوه عشان نشوف ملكيتها للسياره. تمام، انا ما عنديش اي مشكله، اهم حاجه ان الورق يكون سليم. يا ولا ارحم نفسك من السجاير يا ولا، صحتك هتروح منك يا حبيبي. ده انت لا بتنام ولا بتاكل ولا بتشرب ولا حاجه خالص، واخره المتامه طول النهار قاعد لي تسمع لي عبد الحليم حافظ وتعملها لي مندبه. على ايه يا اخويا؟ ده لا تسوى ولا تستاهل. مش تقول الحمد لله اللي جت من عندك يا رب وطلعت سكه الحريم مقفوله؟ ونشوف بقى سكه الشغل يا ولا، يمكن ربنا يكرمك زي ما كرم ابراهيم. يما سيبيني في حالي ورحمة أبويا. يما سيبيني في حالي. يما سيبيني في حالي؟ ليه يا ولا؟ أنا كنت ماسكة في تلابيبك ولا في ديلك؟ ما أنا حاطة صرمة قديمة في بقي وساكتة وما بنطقش. يما أنا تعبان، أنا تعبان، وحياة سيدنا النبي. أدي راسك يا يما. سيبيني في حالي، وحياة سيدنا النبي تسيبيني في حالي. اللهم صل عليك يا حضرة المصطفى. هو حالك ده هيعجب حد يا ولا؟ يعجب عدو ولا حبيب؟ وعشان إيه؟ عشان حتة بنت ممرضة لا راحت ولا جت؟ ما هو عمايلك السودا اللي انت بتعملها ده مخليه آلهة هم اللي يركبوا علينا ويتمططوا علينا. ارميها ارميها من ورا ظهرك يا واد، وبكره تشوف وتقول امي قالت. اي والله بكره ما في كلب جربان من الكلاب الضاله ده ايه هيشمها ولا هيتجوزها، وهتعنس ان شاء الله. ومش حلوه يا واد، لا حلوه ولا نيله، ده عامله زي اللي بلع عصايه ما اتقضمتش، جاتها 60 مصيبه. ده انت احلى منها يا واد، والله انت احلى منها. صدق يا امه. نعم عندك حق يا امه، انا هروح اقطع تذكره في البرج. اقطع لي معاك وارمي نفسي من فوق عشان اريحك، واسيب لك المكان ده يما. سلام يما. سلام. انا عايز اقول لك حاجه قبل ما امشي يما. نعم. ابويا لما اتجوزك يما ما شافكيش يما الا بعد ما خلفني. سلام يما. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده بالظبط. شوف خيي مروان، مش معنى ان احنا جاليري انك ممكن تنصب علينا. نصب ايه؟ احنا عملنا ايه يعني؟ طب اهدي اهدي بس. احنا عندنا امن وعندنا سيكيورتي مش موجود في العالم.
وعشان هيك كل هذه الحركات مرت علينا، والشيك مال المعرض بتاع السيارات اكيد بدون رصيد، واليوم اجازه رسمي للنيابه والبنوك، عشان كده الهانم السنيوره هتبات في الحبس. انا هبات في الحجز؟ ليه؟ هو احنا عملنا ايه يا مروان؟ وعندي خبر حلو كتير عشانك، الاجانس مال سياره بعت حد ياخد السياره، فبليز give the policeman the key of the car. ماشي. اتفضل. بس لعلمك انت هتدفع ثمن كل كلمه انت قلتها عشان انت مش عارف انت بتعامل مين. مروان ده بيقولك ان احنا هنتحجز يومين. ما تقلقيش يا حبيبتي انا هتصرف معاه. بلاش. ازاي؟ انا هخليهم يدفعوا الثمن. يا عمي انا نفسي تسمع كلامي مره واحده. احنا نشوف محامي كويس ونعمل له توكيل قضايا بتاريخ قديم يترافع عن هايدي ويخرجها من اللي هي فيه. يا ابني نادر في حاله صعبه جدا، لازم نقف جنبه ونساعده. لو سحبنا منه القضية مش هيلاقي حاجة يعملها وهيضيع مننا. انت هتجنني يا عمي، عايز تساعد نادر على حساب بنتك؟ لا طبعا، بس مفيش محامي في الدنيا يقدر يطلع بنتي من اللي هي فيه غير نادر، وكذلك نادر مفيش حد يقدر يطلعه من اللي هو فيه غير هايدي بنتي. عشان كده احنا بقى في النص، لازم نحل المعادلة الصعبة دي. خد خد خد. مش عايز انا. انت حر بقى. الله، انتصار؟ خير خير. في ايه؟ اقعد. الله يخليك. تسلم يا ابو طالب بيه. سلامتك. تسلم يا رب. انا قلت اجيلك يمكن تكون عايزني في حاجه. عايزك في ايه بقى؟ تسلمي، مش عايز حاجه. اصل انا النهارده تعبت وانا في الشغل فروحوني بدري، وانا مروحه اول ما وصلت عند البيت لقيت الدكتور نادر نازل من عندنا، جريت وراه عشان احصله لحقتوش، فطلعت فوق سألت أبو نجوان قال لي إن هو ما جاش كان بيكذب علي. قلت أجيلك يمكن تكون وصلتك أخبار عن نجوان. طمني طمني إلى يسترك، أنا قلبي بيتقطع قلبي. نادر عند أبو نجوان؟ وأبو نجوان بيكذب وينكر وجوده؟ طب ليه؟ ما أنا قلت لك قبل كده يا عمي نادر ده وراه قصة طويلة. أنا مهندس لكن أفهمها وهي طايرة. أنت جننت يا دي يا سوكا؟ عايز تنتحر وتموت كافر؟ هو الواحد عايش ليه؟ عشان ياكل ويشرب ويشتغل وربنا يكرمه باللي بيحبها. طب أنا عايش ليه بقى؟ يا سوكا ما تكفرش بعيشتك واللي خلقك. ثم إن معلش برضك ما تأخذنيش، يعني المغنى ده مش شغلانة برضك. أصل يعني فكر نفسك هتبقى مين؟ تامر حسني ولا نانسي عجرم؟ يا عم مش وصلك أنت للناس دي يا عم. بقول لك إيه؟ بص اسمع مني، شوف لك اي باب رزق تاني تاكل منه عيش عشان ما تروح تتقدم لهجر ولا غيرها، محدش يقولك بيم. انت برضه يا كوريا اشتغل اشتغل اشتغل. انا مش هشتغل على الشغلانه اللي بحبها، ومن الاخر كده انا بحب الغنى، ومن الاخر كده انا نفسي ابقى زي الفنان الكبير تامر حسني او نانسي عجرم. خلاص ماشي، بس ما ترجعش بقى تقول جاي لما الدنيا تدب فيك وتدب فيها. بقولك ايه، ما محدش بياخد كل حاجه. عايز تعيش زي الناس يبقى تعمل زيهم، عايز تعيش بدماغك يبقى ما تكبرش بقى مخليه ربنا يعيشه على هواك. انا مش عايز حاجه من حد يا كوريا، هي بس البيت هاجر شقلبت حالي، خلي دماغي تحت ورجلي فوق، ومش صراحة مش عارف اعمل ايه. معاك حق الصراحه، يا بنت جدعه وتستاهل، بنت بلد. هي مجد بنت بلد، فيها بنت بلد وجدعه زيك، بس بقول لك ايه، انا مش هسيبها. ومن الاخر بقى اهدي بصراحه، اللي واحد يموت على فرشتها وهو مطمئن. ماشي يا عم الحبيب، موت على فرشتها وانت مطمئن. يا مطمئن. تعالى يا كداكي، تعالى تعالى، ما تتكسفش. مساء الجمال والفرفشه يا اداره. اهلا يا طاعون، ازيك؟ اقعد يا هيما، انت وانا جايبك اخطب لك، ايه الخجل ده؟ اقعد. الحمد لله يا كبير، هيما ابن منطقتي واخ اصغر ليا. ما انا شفته امبارح، حتى بالاماره كان عامل لنا قلق هنا في المحل. لا يا كبير، القلق ده انا ما احبوش، حتى بالاماره انا اول ما لقيت الدنيا غيمت خلعت احتراما للمكان. لا وانا الحركه دي عجبتني قوي. امال يا كبير، هيما ده ابن اصول، ده كان هيدخل المرداديه بس مجموعه فشل. بس انا مش عارف افضيله ترابيزه ولا اقعده، الدنيا موسم وزحمه زي ما انت شايف، صاحبك وضيفه كاب على راسه من فوق، مره يعني كده ولا حاجه مش كل يوم. طب ما تضمه يا كبير يشتغل معانا. انت بتفهم في ايه يا ابراهيم؟ بيفهم في ايه؟ ده الراجل شيف قد الدنيا، مش لما مؤاخذه مستر كنتاكي عمل خلطه الفراخ فسموه كنتاكي، هيما بقى اللي دخل خلطه الكبده فسموه كبداكي، واحسن حاجه فيها ميزه تاكل كبداكي في الجيزه. خلاص دخلوا المطبخ نجربه. لا مطبخ ايه يا كبير؟ ما تفنيش بالحياة، ابوس ايدك، ما تخليني هنا في الصاله، ده انا عاجبك قوي، شغلني اي حاجه في الصاله، ان شاء الله تشغلني رقاصه. نادر
اخر حاجه ممكن اتخيلها ان نادر يكون ليه علاقه بالموضوع ده. يا سلام، ما انا كنت شاكك فيه من اول لحظه. الباشا مجمد القضيه وما بيحركهاش خالص. بس انا خلاص ما بقتش قادره اثق في حد، حتى انتوا مش قادره اثق فيكم. انا مش عارفه اصلا انتوا معايا ولا ضدي، مش عارفه انتوا بتكلموني بجد ولا بتضحكوا عليا. انا حاسه ان انا خلاص هتجنن. ممكن تهدي شويه يا هايدي؟ ايه يا هايدي، يعني احنا هنكون يعني ضدك مثلا؟ اكيد احنا معاكي، ده انا قومت محامي كبير قوي وهو طمني وقال لي هيبص على ورق القضيه وان شاء الله هيلاقي حل. بعد ايه ما خلاص مفيش فايده. عندك حق تشكي في الناس كلها، بس الا احنا يا هايدي. عارفه ليه؟ عشان احنا بنحبك وهنقف جنبك لاخر لحظه. يلا لازم امشي بسرعه لحسن محمد راجع من المطار ولازم يلاقيني في البيت. يلا هايدي يلا. انا ماشي، خدي بالك من نفسك ولو احتجتي اي حاجه انا موجود. باي باي. باي باي يا طارق. يلا خلي بالك على نتجوز يا واد. مساء الخير. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قرايبك دول؟ لا دول قرايب جوزي. انا سمعت فعلا كنت متجوزه الله يرحمه. وانت اصلا سافرتي من مصر امتى؟ من زمان بقى، من وانا صغيره. ولسه راجعه بقى على كده؟ اه لسه راجعه. طبعا حاسه ان مصر متغيره كتير. هي متغيره الحقيقه، متغيره. وانت بقى كنت عايشه فين في الخليج؟ انت ليه بتحقق معايا كده زي ما اكون متهمه عندك؟ وبعدين انت بتطاردني ليه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ لا ابدا مفيش حاجه. وبعدين اسف جدا اذا كنت بزعجك. عن اذنك. بلا اعتذارنا عن الخطا غير مقصود، الشيك طلع في رصيد واحنا اسفين. يعني ايه اسفين؟ انا مش فاهم، يعني انتوا بتعتذروا عن ايه بالظبط؟ انتوا عارفين انتوا عملتوا ايه؟ انتوا ناس اغبياء، مش عارفين تقدروا الموقف اللي انا فيه. لعلمكم انا مش هسكت، انا هروح للسفاره بتاعته واعمل لكم ازمه دبلوماسيه كبيره جدا. ده غير ان اللي واقف قدامك ده في بلده راجل اعلامي كبير وعنده محطات فضائيه كتيره جدا، وهشوه لكم منظر الجاليري والبلد دي اللي بتعتمد على السياحه العربيه. ده غير ان انا هرفع عليكم قضيتين، قضيه دوليه وقضيه جوه اليونان. I will sue you 10 مليون يورو. 10 مليون يورو is too much مسيو مروان، واجراءات خروج الهانم بتتم الحين، يعني شويه وهتبقى معاك. يعني ايه البساطه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ انا مش فاهم. واحده سايحه شريفه كبيره جدا في بلدها تيجي تبات في الحجز هنا في بلد غريبه زي دي، تعتبرها ببساطه كده وتعتذر وتقول انا اسف؟ I don't need your car. I want my check now. We are ready to pay any compensation you want. No problem.